الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحية طيبة مباركة لكل من يتابع هذه المقاطع وهذه الدروس في التعليق على سورة يوسف، هذه السورة المباركة، ونحن قد دخلنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، شهر الاجتهاد وشهر اليقين وشهر القرآن. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وكما ورد في الحديث. فنحن في هذه العشر في أمس الحاجة إلى أن نجتهد غاية الاجتهاد وأن نبذل وسعنا وجهدنا في تحصيل الطاعات والعبادات. لازلنا أيها الأحباب مع سورة يوسف، وقد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم. ذكرنا أيها الأحباب ما وقع ليوسف حينما دخل السجن وكيف كانت أحواله مع الناس، فقد كان من المحسنين حين قال له أولئك الفتيان، حينما قال له إنا نراك من المحسنين، فقد علموا منه الإحسان، سواء في علاقته مع خالقه أو في علاقته مع الخلق. وأيضا الإحسان هو الإتقان، فقد كان يتقن ويحسن تعبير الرؤى. ولكن قبل أن يعبر ويفسر تلك الرؤى التي رؤيت، قدم بين ذلك أو بين يدي ذلك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى التوحيد وإلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أبدا أن يكون المرء مفلحا إذا كان متعلقا بأرباب متفرقين. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالشاهد أنه لما فسر الرؤى ذكرنا أن الذي كان خبازا للملك فإنه سوف يقتل ويصلب وتأكل الطير من رأسه، أما الساقي ساقي الملك فإنه سوف يعود إلى عمله وينجو. فقال يوسف عليه السلام لصاحبه الذي تيقن بأنه من الناجين وأنه لن يقتل وسيخرج من السجن، قال له: اذكرني عندما تعود إلى الملك، واذكرني عند سيدك، وأخبري الملك بأني مسجون ظلما وعدوانا وأني لست مذنبا. وقال للذي ظن، أي قال يوسف للذي ظن أنه ناج أي عالم. والظن كما تعلمون قد يأتي بمعنى الظن اللي هو مرتبة من مراتب العلم، تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى الشك أو بمعنى عدم اليقين. ويأتي الظن أحيانا بمعنى اليقين. الظن قد يأتي بمعنى العلم الذي يفيد
اليقين إذا ترد إذا توط يعني إذا احتفت به القرائن كما يقال. الدليل على أن الظن قد يكون معناه اليقين قوله تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فالسير إلى الله، الذي يريد أن يكون من أوليائه، لا ينفع في هذا المقام الظن بمعنى عدم اليقين، وإنما الطريق إلى الله لا بد أن يكون فيه اليقين التام الذي لا شك فيه، اليقين التام في وعد الله وموعوده. إذا الظن بمعنى اليقين، وقد يأتي بمعنى عدم اليقين في قوله تبارك وتعالى: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا حال الكفار يوم القيامة: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالسياق هو الذي يدل على معنى الظن. وقال للذي ظن أيقن أنه أو علم أنه ناج منهما من هذين الرجلين: اذكرني عند ربك، أي اذكرني عند سيدك الملك، عند سيدك الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. أي هنا مهم، هناك وقفات للمفسرين. فالشيطان أنسى ذلك الفتى الذي خرج من السجن، أنساه الحديث مع الملك وإخبار الملك بقضية يوسف، فلبث يوسف في السجن بضع سنين. هذا هو المعنى، أي مكث مظلوما منسيا بضع سنين. أنساه الشيطان ذكر ربه، الشيطان أنسى الفتى ذكر يوسف عند الملك كما أوصاه يوسف عليه السلام. وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وقال به ابن تيمية رحمه الله وأبو حيان التوحيدي وابن كثير والقاسمي والسعدي. وقيل كما ذكر ابن جرير رحمه الله، قلنا أن المراد والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الذي نسي ذكر يوسف عند سيده هو الساقي، وهذا هو معنى الآية. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان هذا الساقي أن يذكر للملك قضية يوسف. وقيل أن يوسف عليه السلام هو الذي أنساه الشيطان ذكر الله، لأنه حينما قال اذكرني عند ربك، يعني يقول العلماء كما يعني ذكر ذلك الخازن والكثير من أهل العلم، قالوا أن هاء الكناية ترجع إلى يوسف، أي أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه حينما ابتغى الفرج من غيب الله عز وجل واستعان بمخلوق مثله في دفع الضرر. قال وتلك غفلة عرضت ليوسف عليه السلام، لأن الاستعانة بالمخلوق وإن كانت جائزة إلا أن مقام يوسف يعني مقام عالي كما يقول الخازن، ورتبته أشرف المراتب، واضح، من منصب النبوة والرسالة. ولكن هذا القول كما قلنا، قال لك كما قال شيخ سمت رحمه الله عليه وغيره، وهو أن يوسف عليه السلام لم ينسى ذكر ربه، لأنه لما كان في السجن كان يدعو قومه وأصحابه إلى دعوة إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيده. فكيف يقال أن الشيطان أنسى يوسف عليه السلام ذكر ربه؟ بل الصحيح والله أعلم، والذي عليه الصلاة والسلام كما قال لي رحمه الله: قيل أنسي يوسف ذكر ربه لما قال اذكرني عند ربك، وقيل بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه، وهذا هو الصواب، فإنه مطابق لقوله اذكرني عند ربك، قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأكد ذلك أن الرب المقصود به هو الملك، والضمير يعود إلى الضمير القريب، والضمير دائما يعود إلى أقرب مذكور كما هي القاعدة، غالبا، واضح؟ إذ لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك، ولأن يوسف لم ينس ربه ولا ذكر ربه، بل كان ذاكرا ربه، وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بالله عز وجل، لما قال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كله ذكر لله عز وجل. وقبال قال لهم قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي هذا أمر مما علمني الله عز وجل، ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فالشاهد أن الذي هذا خطابه لا يمكن أن ينسى ذكر ربه سبحانه وتعالى، وليس في ذلك يعني نقض للتوكل. اذكرني عند ربك، أي عند سيد الملك، سيدك الملك، فهذا مما يجوز. وتقرر عند يوسف كما ذكرنا أن الحكم لله عز وجل، ولكن الأخذ بالأسباب هذا مما شرع الله عز وجل، وكما سيأتي معنا. فأبو يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام طلب أو أمر أولاده بأن يدخلوا من أبواب متفرقة، لا تدخلوا من باب واحد، ولكن يعني أمرهم بغير ذلك، قال وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا لم ينقض التوكل على الله عز وجل. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. شوف تكرر معنى الحكم لله، أن الله وحده هو الذي يقرر، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وسيدنا يوسف عليه السلام من العباد المخلصين المخلصين كما مر معنا، ولم يكن ذلك منه نقض للتوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم. وهنا الله عز وجل شرع في حكاية رؤيا أخرى، والصورة مليئة بالرؤى. الله تعالى هنا بدأت يدلنا على الرؤيا التي حكاها الملك في ذلك الوقت، ملك مصر. وهذه الرؤيا كانت قدر الله عز وجل ليكون سبب لنجاتي وخروج يوسف عليه السلام من السجن لاحقا. فالملك رأى هذه الرؤيا واستغرب وعظمها وهاله الأمر،
فجمع الكهانة وكبراء القوم والأمراء وقص عليهم ما رأى وسألهم عن معنى ذلك وتفسير وتأويل ما رأى، فلم يجدوا جوابا. يقول الإمام السعدي رحمه الله في التفسير: لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤية العجيبة الذي تأويلها يتناول جميع الأمة، ليكون تأويلها على يد يوسف عليه السلام، فيظهر من فضله ويبين من علمه، أو يظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به. سبحان الله، الله بغى الملك هو اللي يشوف الرؤيا، باش لما سيدنا يوسف هو يفسرها والناس ينتفعوا بها يكون عنده واحد الفضل كبير أمام الناس. فسبحان الله، أول ابتلاء يوسف كان برؤيا، وعز يوسف كان برؤيا ثانية. سبحان الله، لتعلموا أن الله يفعل ما يريد. فكما أن الله تعالى جعل بلاءه في إظهار رؤيا، جعل كذلك نجاته ليوسف في إظهار رؤيا، ليعلم الناس أن الله تعالى يفعل ما يشاء وما يريد. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. يعني قال القوم ديال الوزراء والحاشية: رأيت فيما يرى النائم 7 بقرات، يعني سمينات امتلأن شحما ولحما، يأكلهن 7 عجاف، أي هذا 7 بقرات السمينات كي يأكلهم 7 خرين ضعف، ما هذه الضعاف؟ العجاف جمعوا عجفاء، يعني ما بقاش فيها لا شحم لا لحم، يعني ضعيفة. هذا رجل أعجف أي ضعيف، امرأة عجفاء ضعيفة، هزيلة جدا. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي رأيت أيضا 7 سنبلات قد امتلأنا حبا. ورأيت إلى جانب هذه 7 سنبلات 7 سنبلات أخرى يابسات، ليست لها خضرة ومشت لها النظرة ديالها، ومع ذلك التوت هذه اليابسات على الخضر حتى غلبتها. وغريب، لا أقول غريب بل عجيب، أن الله عز وجل شاء أن يرى الملك هذه الرؤية العجيبة ليكون فيها لطف الله تعالى، كما سبق أن مر معنا لطف الله عز وجل واضح جلي في هذه الصورة، أن يظهر الله عز وجل رحمته في ثوب نقمته أو في ثوب بلائه، ثم يزيل ذلك البلاء بعد أمد بعيد، وهذا الأمد البعيد يضيع فيه اليقين ولا يثبت إلا الراسخون كسيدنا يوسف عليه السلام. فهذه الرؤية اللي شافها الملك كانت سببا لخلاص يوسف من السجن، وأيضا كانت تحذيرا للشعب والأمة مما سيقع، سيقع واحد البلاء عظيم ينبغي الاستعداد له. يا أيها الملأ، يا قوم الأشراف والوزراء والعلماء والكهنة، أفتوني في رؤياي، فسروا لي هذه الرؤية اللي شفت، بينوا لي شنو المعنى ديالها، إن كنتم للرؤيا تعبرون، لك تعرفوا التفسير ديال الرؤى وتتفهموا وكتقدروا أنكم تعطيوا لي المقصود من هذه الرؤيا. فهذا كيدل على أنهم كانوا كيهتموا بعلم التفسير، وأن علم تفسير الرؤى كانوا كيخدموا عليه أو كان كيشتغل به، لأن هضرنا على رؤية يوسف عليه السلام، رؤية صاحبي السجن، ثم رؤية الملك. فبالتالي أن هذا الشيء أمر كان جاري بالعمل كما يقال في عهد يوسف عليه السلام، ولكن الله شاء أن يكون التفسير على يد يوسف اللي هو متخصص، اللي هو الله علمه من تأويل الأحاديث. قالوا أضغاث أحلام، أي هذا الشيء اللي شفتي غير شي حاجة تخلطات لك في العقل ديالك وصافي، يعني تخالط أحلام ومنامات باطلة، لا تهتم. يعني شبه ما رآه بالأضغاث في اختلاطها،
وعدم التجانس في أطرافها. الضغط هو كله مختلط، الربيع مخلط البقولة مع الكرافس، مع ما نعرف شنو، مع الخبيزة، مع بوشويكة، مع ما نعرف شنو، الربيع يعني الأعشاب المختلطة، واضح؟ فشبه الأحلام بالعشب المختلط الغير المتجانس، فهي أحلام غير متجانسة، واضح؟ كحادث نفسي ووسوسة الشيطان ومزاج الإنسان. كيشوف الإنسان في الحلم ديالو هي أضغاث أحلام في الحقيقة. علاش يعني كتشوف في النهار ديالك، في الكوتيديان ديالك في النهار، مع الوسوسة، مع الهبال ديالك، مع الصداع، مع الروينة، داكشي كيدخل لك في العقل ديالك، واضح؟ كتصحاب لك راه حلم ماشي في السرية، راه أنت كتحلم بزاف، كتفرج بزاف في التلفازة وداكشي كتحلم به، واضح؟ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ماشي من أهل العلم اللي نقدروا نفسروا تأخرات الأحلام. حنا كنفسروا الأحلام اللي هي معقولة، المنامات اللي هي مفهومة. أو قيل وما نحن بتأويل الأحلام، أي حنا ما كنعرفوا نفسروا الأحلام، هذا قول، واضح؟ يقول أبو حيان: الظاهر أنهم نفوا عن أنفسهم العلم بتأويل الأحلام، أي لسنا من أهل تعبير الرؤيا، ويجوز أن تكون الأحلام المنفي علمها أرادوا بها الموصوفة بالتخليط والأباطيل. أيما نحن بتأويل الأحلام التي هي أضغاث بعالمين. يقول الشوكاني: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يقول الزجاج: المعنى بتأويل الأحلام المختلطة، نفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له، لا مطلق علم العلم بالتأويل، ماشي نفوا عن أنفسهم لأنهم ما كيعرفوش يفسروا الأحلام، إنما ما كيعرفوش يفسروا الأحلام المختلطة. ممكن كاين أقوال كثيرة جدا، الشاهد أن سيدنا يوسف عليه السلام سوف يقدر الله له هذا الحدث حتى ينجو، وقال الذي ادكر، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، هذاك اللي أنساه الشيطان ذكر ربه، هذاك اللي ينساه الله يتفقد دابا، حباس أجي لهنا. فهذاك الساقي تذكر ما وقع له مع يوسف من مدة طويلة جدا، وادكر بعد أمة أي بعد مدة طويلة جدا. الأمة في اللغة العربية عندها شحال من معنى، واضح؟ الأمة تأتي بمعنى الطائفة من الناس، الأمة، الأمم، أممين، وتأتي بمعنى المدة الطويلة، وادكر بعد أمة أي بعد مدة، واضح؟ نعم. وتأتي بمعنى القدوة، إن إبراهيم كان أمة، تأتي بمعنى القدوة، يقدر واحد الشخص يكون أمة أي قدوة. فهذا الساقي نسى داك الشيء اللي وصى عليه سيدنا يوسف لما قال له: اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث يوسف في السجن بضع سنين. فإذا قلنا الأمة هي الطائفة، وتأتي بمعنى كما قلنا القدوة، تأتي بمعنى الملة، فهمتي؟ إنا وجدنا آباءنا على ملة، أمة، ملة، تأتي بمعنى الزمن، وذكر بعد أمة. قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يعني هذا الساقي قال للملك: أنا قد نخبركم معنى هذا الرؤيا، صفتوني لماذا؟ إلى هذا الرجل الذي عنده علم بالرؤى، ولم يذكر من سوف يرسل إليه، بغي يفاجئهم بسميته بالنتيجة، بخبره بعد أن يحصل تفسير الرؤيا، حتى يؤثر ذلك في قلوبهم، وحتى يرفع من شأن يوسف عليه السلام. وده من فطنته هذا السخي، ما قالش أرسلوني عند يوسف، قال: أنا أنبئكم بتأويلي، أنا غادي نجيب لكم التفسير، صيفطوني. ما قالش فيهم شكون، يوسف أيها الصديق أفتنا، أنا كان واحد محذوف، لكن السياق وراه لنا، أي فأرسلوه. فانطلق الساقي إلى السجن ودخل على يوسف وقال له: يا يوسف، يا أيها الصديق. والصديق هو الإنسان الذي صار الصدق يعني ديدنه وشأنه وشيمته ودأبه في كل الأحوال. الصادق هو الذي يصدق، لكن الصديق هو الذي يصدق ودائما يبالغ في ذلك، كأبي بكر الصديق، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكذلك الأنبياء، واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديق النبي، واذكر في إبراهيم إنه كان صديق النبي، هكذا الأنبياء. فيوسف عليه السلام كان صديقا، فقال له الساقي: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، فسر لنا هذا الرؤيا التي رآها الملك، وعجز الكهنة والعلماء والحاشية عن تفسيرها.
لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. تي علاش بغى الفتوى؟ لأنها الناس كيتسناو الجواب وعندها واحد الأهمية حتى لك أنت يا سيدنا يوسف عليك السلام. فسر لنا هذا الرؤيا، لأن الناس حينما يسمعون الجواب سينتفعون وستنتفع فترتفع منزلتك بين الناس. أنا سيدنا يوسف عليه السلام ماشي غادي يكتفي بتأويل الرؤيا واحد التأويل اللي هو بسيط مجرد، بل سيؤولها تأويلا صادقا صحيحا فيه الإرشاد وفيه النصح وفيه ما ينبغي فعله في هذه الأحوال. قال تزرعون 7 سنين دأبا. يوسف عليه السلام قال للساقي ارجع لقومك وقل لهم إن يوسف يأمركم أن تزرعوا أرضكم 7 سنين زراعة مستمرة على حسب عاداتكم. كما دأبا يعني دأبا كما قرأنا فيه، تزرعون 7 سنين دأبا قرأها عاصم، دأبا دأبا تزرعون 7 سنين دأبا، وقرأ الأصفهاني دابا. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي الذي حصدتموه من ذاك الزرع في كل سنة ذروه في سنبله، أي اتركوا الحبة في سنبله ولا تخرجوه منها حتى لا يتلف بسبب السوس وما يشبهه، وأخذوا فقط ما ستأكلون. يعني اتركوا أو خزنوا هذاك الحبة في سنبله وأبعد من أن يقع له الفساد، ولا تأخذوا إلا ما تأكلون، فتأخذوا القليل القليل ولا تسرفوا، لينفعكم في 7 الشيد التي ستأتي. ستأتي 7 شداد اللي هما البقرات العجاف اللي غياكلوا السمن، لأن الجدبة الإنسان في الجدب يأكل كل ما يجد أو يأكل ما يدخره في فترة الخصب، فهناك يرشدهم أنهم يقتصدوا فيما يأكلون إلى يعني سياسة التقشف كما يقال، مصلحة تقتضي ذلك، ودي مصالح شرعية، حفظ الأديان يعني وحفظ النفوس والعقول والأنساب، وهذه مقاصد الشرع. أي حاجة فيها تحصيل هذه المنافع فهي من مقاصد الشرع، فهي من الدين. ثم يأتي من بعد ذلك، أي من بعد السنين المذكورات 7 اللي كتزرعوا فيها دأبة، يعني ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، سنين صعبة على الناس فيها جفاف وجد وقحط يأكلن ما قدمت لهم. فالسير هذا كل شيء اللي خبيته ما ادخرتم في 7 الأول. وأسند الأكل إلى السنين من باب المجاز العقلي، أسند الشيء إلى زمنه، إلا قليلا مما تحصنون، أي أن السنين المجدبة ستأكلون فيها ما ادخرتموه إلا شيئا قليلا غتخليوه باش تزرعوا به الأراضي فيما في قبيل الأيام، تحصنون تخبئون تدخرون. واضح؟ تحصنون أي تحرزون وتخبئون، أي سوف يعني تخبئون ما تبقى من تلك الحبوب في مكان لا يدركه أحد، تحرزون. وبشرهم بعد الجدب العام المتوالي أنه سوف يقع ماذا؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي بعد السنين الشداد سيأتي عام تزول فيه الهموم والكروب وتتيسر الأحوال، والله تعالى سوف يرسل عليهم المطر وتخضر الأرض وتنبت ويعصرون ثمارهم وكالزيتون وغير ذلك، والغيث المطر يغاث الناس يمطرون، لأن المطر يغيث الأرض. فنعم، مع أنهم لم يسألوا ولم ترد لم يرد خبر العام في الرؤية، إلا أنه زاده يوسف عليه السلام من باب ماذا؟ من باب يعني تبشير الناس وتبشيرهم. نعم، نتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى هنا، وفي الحلقات المقبلة سنفصل أكثر، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.